السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. عاشت الجزائر في تلك الأيام أحلك أيامها، وما إن وصلت سنة 1945 حتى قام المحتل الغاشم بتاريخ 8 ماي بمجازر شنيعة أودت بحياة أكثر من 70,000 من دون تمييز بين شيخ وامرأة ورضيع، ودمرت الطائرات أكثر من 50 قرية، كما اعتقلت الآلاف من الشعب الجزائري، وقد وثق ذلك الشيخ أحمد سحنون في قصيدة بعنوان شهر الفجائع 8 ماي، قال فيها: شهر الفجائع لا عليك سلام، إذ فيك حرب ليس فيك سلام، قد أصبح الإنسان وحشا كاسرا، وتوارت الرحمات والأرحام، وتظافر الأعداء في عدوانهم، وتوالت الأرزاء والآلام، في كل بيت مأتم وجنازة وأرامل، وتكاثر الأيتام، لم ينج شيخ أو عجوز لا ولا أعفى الرضيع ولا الجنين حمام، إذ تبقر الأم التي في بطنها بنت ستوضع أو يعيش غلام، هل للرضيع جرائم فيدان أم للأجنة في الحشا آثام، كيف استباحوا قتل مخلوق بلا ذنب وهم متمدنون عظام، هل هذه مدنية بئست إذن فاحرص على مدنية قد شادها الإسلام، لا خير في مدنية ليست على غير المجازر والحروب تقام، أيباد أبناء الجزائر جهرة ويذبحون كأنهم أغنام، ذاك الذي رامت فرنسا مثلما صنع التتار ولم يتم مرام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.